بسم الله الرحمن الرحيم. نعد اليوم مع الجزء الأول من الشابتر الخامس بعنوان Synchronous Sequential Logic، يعني المنطق الدوائر السلسلة المتزامنة. تمام، فننطلق أولا إلى السلايد الأول نقارن إيش يعني نفهم إيش معنى Sequential وإيش معنى Synchronous. Sequential يعني متسلسل، يعني في أكثر من دائرة متسلسلة وراء بعض. تمام، asynchronous يعني بيكون في عندنا مثلا دائره متكامله هناك كومبينيشنال سيركت متصله مع بين، طبعا توصل بين الانبوت والاوتبوت، لانها متصله في نوع من الفيدباك عن طريق ايش، عنصر تخزين مؤقت اللي هو بسموه ذاكره، الميموري اليمنت بسموه. تمام، هذا بيكون asynchronous لانه فيش عمليه مزامنه بين الادخال والاخراج، بمعنى فيش مزامنه بين العمليتين، يعني متى كيف يتاثر الميموري إليمنت هذا في إخراجه وإدخاله بأي عنصر زمني عشان يعمل عملية مزامنة بين العمليتين اللي هي الأولى والثانية. في حين سينكرونس بيكون في عندنا مثلا دائرة زي نفس الدائرة سيكت إنبوت أو أوتبوت بتعمل نوع من الفيدباك، تمام، التغذية الراجعة عن طريق الفليب فلوبس هذول اسمهم النطاطات، بالعربي النطاطات بسموهم، وهنطرق لهم كمان شوية في المحاضرة. وهدول بيكون مرتبطين في الكلوك هذه بتنظم زمنيا موضوع ايش التكت او عمل ايش عمل الدائره كدائره متسلسله ورا بعض. ففي عندنا نوع من التزامن بين ايش، تزامن او مزامنه في الاداء تبع ايش، او ارتباط زمني في الاداء تبع ايش السيركت تبعتنا. تمام، هذه الفكره العامه ايش يعني سينكرونس واسينكرونس، يعني في مزامنه او في ارتباط زمني للاوتبوت أو في توقيت زمني الأوتبوت، وبالتالي في توقيت لأداء العمليات عندما تتسلسل العمليات في ظل دوائر متسلسلة. تمام، نيجي نتعرف الآن على الأمور اللي بتتعلق فيها هاي الدوائر الفليب فلوبز والدوائر في التسلسل الزمني. طبعا هاي الأمور اللي هي اللي هنتكلم عنها، دوائر هاي وظيفتها هي تخزين مؤقت للبيانات. فمثلا الاس ار لاتش، اس جاي من ست وار جاي من ريست، ولاتش يعني ملطش او فخ يعني، والهدف منه ان نعمل تخزين مؤقت للبيانات عندما تمر عبر هذه الدائره. وهذا بيلزم عاده لما تخش ان شاء الله مستقبلا على هيكليه مع الحاسوب او المعالج الدقيق المحصول متقدمه، رح نفهم انه هذا له اهميه الموضوع اللاتشز عشان ايش الاي او اللي هي انبوت اوتبوت يونتس نربطها في المعالج. لازم نخزن، ما فيش اخراج مباشر على الاوتبوت يونت مثلا، فبنخزن بشكل مؤقت البيانات قبل ما نعملها اخراج. تمام، في دوائر معينه برضه لعمليه الادخال. تمام، هذا اسمه تخزين مؤقت، اسمه البفرنج او تخزين مؤقت. تمام، فاللاتش هذه وظيفتها التخزين المؤقت للبيانات. فعندنا وفيها نوعين، يعني طبعا عندنا يا حنطلع على الاوتبوت يا صفر يا واحد، وبالتالي نعمل عمليه ست او ريست. الريست بيطلع لنا صفر على الكيو، وعلى طبعا الكيو داش عكسه بصير واحد، والست بيطلع لنا على الكيو واحد وبصير الكيو داش صفر عكسه. تمام، هذا موضوع الست والريست. طبعا زي ما شايفين عندنا اللوجيك المستخدم الهاردوير لوجيك عندنا هان هو ايش، النوت اور النور. تمام، نور ونور. لو دخلنا حسب التيبل شفنا كيف عندنا مثلا هناخذ 0 0 0 1 وكذا كذا، هناخذ الحالات كلها. اول حالتين عندنا انه اول حاله فوق يعني عندنا ايش الاس والار 0 0، وعندنا انيشال فاليو. الانيشال فاليو هي الحاله الاوليه اللي كانت موجوده عندنا من اول، من قبل ما نبدا في التشغيل، يعني قبل ما ننفذ العمليه الحاليه، الحاله اللي ورثناها من المرحله السابقه. ايش كان بالضبط؟ سموها هذه انيشال فاليو، يا بحدث احنا بقول هي صفر او بقول هي واحد من عنا، او بكون هي موروثه من عمليه سابقه. تمام، لو مشينا على التيبل كيف حتصير بناء على عندنا هان نوت اور ونوت اور مرتين هان، وعندنا كيو كيو داش. حنتبع الموضوع، دخلنا ايه هان حسب الجدول اس وار ار واس صفر صفر. تمام، والكيو عندنا هان صفر، ايش حكون الناتج؟ جربوا معي، عندنا هان صفر مع مين؟ مع ليش؟ مع الايش الكيو، الكيو حناخذها الكيو صفر طبعا من هان. تمام، بالتالي عندنا هان الكيو يعني الانيشال فاليو الاوليه هتكون جايه من هان اللي هي عباره عن صفر، فعندنا صفر او صفر حيطلع الجواب ايش؟ صفر، ومعكوسها راح نط اور حيصير عندنا واحد، هتروح الواحد هنا 100%، هتروح الواحد هنا، الواحد هذه او الصفر حيطلع الجواب عندنا واحد، معكوس الواحد حيطلع صفر، حتكون الكيو عندنا بتساوي صفر
وحتكون كيو داش ايش بتساوي عندنا في الحالة هذه ايش؟ طبعا واحد، لانه عندنا خلنا هان صفر او صفر تمام، حيطلع الجواب هان مع كل صفر بيطلع واحد، حنقول انه حيطلع واحد. شوف الناتج عندنا هان شو واحد، صفر وواحد تمام، حيطلع عندنا هان صفر وواحد تمام، فرناهم بالجواب صفر وواحد. فكيو كانت عندنا في الحالة هذه اخذت قيمة ايش؟ كيو 0 الاول الحاله السابقه تمام، كيو 0 يعني الحاله السابقه للكيو. اعطيناها نفس الموضوع انيشال عندنا الايرور اس 6600، لكن غيرنا قيمه الكيو المسبقه اسف الكيو السابقه لكيو 0 خليناها تصير ايش عندها ايش 1. فبالحاله هذه ايش صار عندنا هان؟ واحد اجت على الاور مع الصفر، واحد او صفر حيطلع جواب عندنا واحد، طبعا عندنا اور نعكسها بصير صفر بيطلع لنا، يعني صارت كيو هان بتساوي شو؟ صفر، كيو داش صارت بتساوي صفر تمام. روح هان صفر او صفر حيطلع الجواب صفر، نعكسها عشان انفرت هان النور بصير عندنا الجواب عندنا ايش؟ واحد تمام بالضبط، وهيطلع عندنا الجواب عندنا هان واحد وصفر، كيو تساوي كيو زيرو تمام، لانه هن ايش؟ في الحاله هذه إذا كان عندنا إذا الإس والإر الست والست أصفار، الكيو الناتج بتكون بتساوي الحالة السابقة اللي هي صفر أو واحد، زي ما ملاحظين صفر واحد صفر واحد تكررت، طبعا الكيو داش عكسها تمام أوتوماتيك تمام، فبصير دائما صفر بصير واحد، واحد بيساوي صفر، طبعا حسب برضه إيش الدائرة المنطقية اللي عندنا هان. إذا بناء على ذلك بيكون الكيو بتساوي كيو زيرو في حالة إنه الإس والإر بتساوي إيش؟ صفر صفر. طيب نيجي على الحالة الثانية، عندنا صفر واحد صفر واحد هنحطها، جرب صفر وعندنا هان إيش؟ الإس بتساوي صفر والريست بتساوي واحد، صفر أو صفر حيطلع الجواب إيش؟ صفر، والمعكوسة بيطلع واحد، إذا الكيو داش حتكون عندنا في الحالة هذه واحد تمام، الواحد أو الواحد حيطلع الجواب واحد تمام، والمعكوسة صفر حيطلع الجواب صفر أو واحد تمام. ونكمل بعدين حيطلع عندنا ايش الجواب عندنا مع الانيشال فاليو عندنا هلا الكيو 0 عندنا هان 1 جربناها حيطلع عندنا الجواب 1 او 0 بيطلع الجواب 1 عكسها بصير 0 اذا الكيو داش بتصير 0 وصفر او 1 بيطلع الجواب 1 عكسها بصير الجواب عندنا ايش هان كم مره 0 وبالتالي بيطلع لنا الجواب 0 ايش 1 تمام تمام لانه هان عندنا ايش لو اخذناها ايش؟ حيطلع الجواب عندنا صفر واحد، إذا في حالة إنه يكون عندنا الست والريست الست صفر صفر، يعني حيطلع الجواب عندنا الكيو برضه بتساوي ايش؟ صفر صفر، لأنه الريست عندنا هان شو واحد، الريست يعني بنصفر المخرج، ريست يعني بنصفر المخرج، بيطلع الجواب عندنا أصفار، فبالحالة هذه حيطلع طبعاً الكيو بتساوي صفر، والدائرة هاي في عملها بتعمل كده تمام؟ أوكي، نيجي هنا على أساس انه ايش نيجي على الحاله اللي بعديها اللي هي 1 0 وعندنا هنا ايش هيطلع الجواب عندنا 0 او 1 تمام 0 اللي هي او 1 حيطلع الجواب عندنا 1 اعكسها بيطلع الجواب هنا عندنا 0 تمام 0 مع الصفر 0 او 0 يطلع الجواب 0 يطلع الجواب عندنا 1 وبالتالي حينعكس الكلام تمام 100% عندنا 1 فوق والصفر تحت الناتج اذا هنفرقه بيطلع لنا في الحاله هذه الكيو بتساوي 1 والكيو داش بتساوي 0. نيجي على الحاله اللي بعديها اللي هي عندنا ايش؟ اللي هي عندنا ار بتساوي نفس الموضوع اللي هي ار بتساوي ريست 0 والست بتساوي 1 طبيعي حيكون الناتج عندنا 1 والايش والريست والكيو داش بتساوي 0. هنشوف الموضوع كيف بصير عندنا الحالة الأولية لكيو قلنا هيها صفر عندنا واحد عفوا واحد واحد أو واحد حيطلع الجواب إيش؟ واحد وعكسها بيطلع الجواب صفر إذا بيطلع صفر على كيو داش نيجي هان صفر مع صفر صفر أو صفر بيطلع الجواب صفر وبتلاقي بيطلع الكيو بتساوي إيش؟ واحد إذا بيطلع الجواب عندنا كم مرة واحد صفر واحد صفر إذا في حالة إنه يكون عندنا إس وإس بتساوي واحد بالريست بتساوي صفر بيطلع الجواب إنه كيو دائما على كيو بتساوي دائما إيش؟ واحد زي ما شفنا في الناتج كيو دائما بتساوي واحد. الحالة الأخيرة إنه عندنا واحد وواحد على الست والريست. وعندنا طبعا في الحالتين عندنا كيو زيرو بتساوي صفر أو بتساوي واحد، الحالة الانيشال فاليو الحالة الأصلية السابقة. إذا كان عندنا الحالة السابقة بتساوي صفر صفر أو واحد بيطلع الجواب واحد، مظبوط؟ واحد
صفر او واحد بيطلع الجواب واحد، عكسها بصير الجواب صفر بيطلع كيو داش بتساوي صفر، تمام. وعندنا ايش هنا؟ الصفر او واحد بيطلع الجواب ايش؟ واحد، عكسها بيطلع الجواب صفر، تمام. اذا بيطلع الجواب عندنا ايش؟ هان ايش؟ كم مره؟ صفر او واحد بيطلع واحد، عكسها بصير صفر، وهان صفر او واحد عكسها بيطلع جواب واحد، عكسها بصير جواب صفر. اذا جواب شو بيكون؟ صفرين، تمام. صفر صفر الناتج حيطلع عن صفرين، وهذه بسموها حاله غير معرفه، يطلع لي كيو وعكسها صفر، وبالتالي طبعا هذا غير ممكن منطقيا يعني ان يكون الكيو والكيو داش صفر، فالحاله هذه غير منطقيه غير معرفه. نفس الموضوع لو كان عندنا واحد واحد، لو عكسنا الموضوع وعندنا الانشال فاليو عندنا واحد، حطينا هنا واحد واحد، تمام. واحد او واحد حيطلع الجواب واحد، عكسها بتصير صفر، تمام. صفر او واحد حيطلع الجواب واحد، عكسها بتصير صفر، وطلع كامر هن صفر صفر الجواب، برضو حاله منطقيه غير معرفه انه يطلع صفر صفر عندنا الكيو والكيو داش، وبالتالي برضو الحاله هذه بسموها ايش؟ invalid state، اللي هي حاله غير معرفه وهذه غير معتبره، تمام تمام، لانه مش ممكن يكون عندنا الصفر والصفر، فبالتالي غير مستخدم في مستخدمه كدائره، يعتبر invalid case، تمام. المهم نفهم انه كيف انه في تخزين مؤقت للبيانات، الحاله السابقه نستخدمها في تاثير على الحاله القادمه، فكان الحاله التاليه بسموه synchronous، اللي في تتابع الحالات وفي تخزين مؤقت للبيانات، تمام. الاس اير لاتش اذا هو في عنده حالتين ست وريست، 0 0 0 1 1 0 1 1، اللي هي عندنا ال 0 0 2 حكون نو تشينج، الحاله السابقه تبقى كما هي، ايش ما ورثنا من قبل ظل موجود، الورثه السابقه من الحاله السابقه نحافظ عليها. الست لما يكون عندنا الريست بيساوي 1 والست بيساوي 0 بنعمل ريست للمخرج وهي بتصير 0، يعني الريجستر تبع مسجل التخزين تبعنا تخزين مؤقت بتصفر بصير صفر، اسمه ريست اصلا، تمام. لما اقول ست يعني حط فيه واحد، فبالتالي هي موضوع كيف نطلع البيانات على الاوتبوت بسلسله من الصفر والواحدات، تمام. ست او ست حسب ايش عندنا المدخل، صفر واحد واحد صفر صفر واحد ريست او ست، صفر صفر حيطلع نو تشينج. طبعا لو كان عندنا واحد واحد حاله غير معرفه اسمه انفاليد ستيت، تمام، وغير معتبره. تمام، نيجي على المنطقة، احنا عارفين اخذنا زمان يعني انه باستخدام النور والناد نطبق العلاقة، والعلاقة نفس الموضوع هي نفس القصة، الاس اير لاتش يا بيستخدمها بالنوت اور او بالنوت اند الناند، تمام. نفس التكنولوجيا، نفس الفهم، نفس الفكرة ونفس النتيجة، اس اير 0001 و1 كذا حيطلع، بس حنقلب الجدول حيطلع عندنا 00 فوق لانه عندنا نوت اند من نوت اور، حيطلع بس الكيو بتساوي كيو داش بتساوي 1 انفاليد ستيت بدل الصفر هان، والست بتصير 1 والريست بتساوي صفر، وعند الكيو زيرو نو تشينج لما يكون عندنا واحد واحد. شايفين كيف؟ بس فرق اختلف عندنا هان انه بس استخدم الناند بدل النور، لكن لو طبقناها العمليه زي ما حكينا قبل شوي، ندخل واحد دخل صفر هان صفر صفر واحد صفر صفر واحد وبعدين واحد واحد، حنلاقي النتيجه حتطلع بالضبط زي هان، يعني زي ما شفنا في السلايد اللي قبل طبقناها على النوت اور النور، طبقناها على الناند حيطلع نفس النتيجه هان، اللهم الجدول حينقلب بالشقلوب. وحيطلع عندنا في حاله من الحالات انه الاس والار بتساوي صفر صفر، وبالحاله هذه ايش حكون الكيو لما هي الحاله صفر صفر قصدي حكون فيها الكيو بتساوي كيو داش، وهي الحاله بتكون نوت فاليد. النوت فاليد عندنا لما يكون على المدخل اثنين متشابهين صفر صفر، مش واحد واحد زي النوت اور، لكن اثنين ممكن نعمل فيهم ما يسمى الاس ار ريست لاتش، تمام، بالنوت اور او بالنوت اند تكنولوجي. اوكي، نيجي هان على موضوع اللي هي الداش، نعملها اس داش اس داش، نفس القصه لو قلبنا هيك شايفين كيف نفس الفيلم حيطلع، اللهم انه النتائج حيطلع تبقى كما هي، حصل لنا اس داش وار داش على الموضوع. عندنا اس ار لاتش وذ كنترول انبوت، تمام. عندنا ار واس اللي هي ست وريست، وهي الاس ار لاتش عملنا له ايش كمان كنترول، كنترول انت هاي كنترول انبوت اللي هو السي، هذا دخلنا هذا الار والاس تمام، نفس الار والاس هي نفس المدخل، اللهم انه عشان حطينا هان اند، والان عشان يكون يطلع عندنا اوتبوت مضبوط لازم يكون عندنا ايش؟ اثنين واحد وواحد، فعملنا كنترول هذا عشان يتحكم في الاشاره تكون تطلع شو عندنا، متى يطلع عندنا واحد؟ في حاله واحده انه يكون كنترول واحد اكيد مع الار اللي هو الريست او الست بيساوي واحد، فعملنا كنترول لاتش وكنترول انبوت، تمام. ف
الكنترول داش هيك جدولها بيطلع عندها 3 انبوت، كنترول والست والريست. اول حالة عندنا الكنترول صفر وعندنا الاس والار اكس اكس غير مضاربة، فالكيو 0 تبقى كما هي نو تشينج في الحالة السابقة زي ما هي. الكنترول بيساوي 1 والاس والار بيساوي 0 0. طبعا في الحالة هذه برضه نو تشينج لان الحالة كما هي زي ما في المثال السابق. اللي تغير هان ما تغيرش شيء لانه احنا دخلنا بس الواحد واحد، لما صار عندنا الكنترول بتساوي واحد طبيعي انه يكون عندنا واحد والواحد حيطلع الجواب الار بتساوي واحد، لما يكون عندنا هان واحد والاس بتساوي واحد حيطلع اس بتساوي واحد، وبالتالي وين هاي الموفي موجود واحدات حيطلع التغيير موجود. صفر واحد حكون لنا الريست، الريست مع الكنترول بتساوي واحد حيطلع الجواب عندنا هان بتساوي الواحد، تمام؟ فحيطلع الجواب عندنا هان ايش بتساوي صفر اللي هي ريست، ولما يكون عندنا الكنترول مع الست بتساوي واحد حيطلع اس بتساوي واحد، وحمل الست للاوتبوت حيطلع الجواب عندنا على الكيو بتساوي واحد والكيو داش بتساوي صفر، فحيطلع عندنا ست بيطلع الجواب عندنا على الكيو نفسها بتساوي واحد، حتكون الكيو داش طبيعي بتساوي صفر بس مش موجوده هاي الكيو داش اللي هي هذه، بس الكيو موجوده عندنا في الجدول. الحالة الأخيرة انه هو عندنا كله وحدات والكنترول بيساوي واحد وبيطلع عندنا الكيو بتساوي كيو داش زي ما حكينا سابقا لما استخدمنا النوت اور كبوابات لبناء هذا الاسئرلاتش، فبيطلع عندنا الجواب عندنا كيو بيساوي كيو داش وهذا انفاليد ستيت، تمام؟ نمر على الموضوع بالناند، نفس الفكره نفس التطبيق، بس حطينا الكنترول في الاول هان الكنترول يونت مع ايش، بس حطينا بدل ما احط هان مع لما قلبنا الاشارات بدل ما حطينا هان بدل النور حطينا ناند، قلبنا هان طبعا زي ما درسنا في الوحده الثانيه اظن موضوع الناند والنور تكنولوجي، فهمنا تطبيق باستخدام الناند والنور، فهمنا انه لازم نحط نقلب الايش هان الاند لناند والناند لناند دائره ايش صغيره. طيب يفضل الان اللي مش متذكر الموضوع هذا يرجع كيف نحول بوابات من النور للناند ونقوم بالعمليه هذه، وما في انفرتر على الجهه الثانيه ايش بلزم انفرتر نحطه دائره صغيره زي هذه، تمام؟ اللهم انه هاي البوابه هي نفس البوابه هذه، اللهم هذه بالنور وهذه بالناند، ولما استعرضنا على النور بالناند قلبنا ايش الاند قبل المدخل بالناند الثاني، تمام؟ فقل عند بس اللهم اللي هي اس انفرتد والار انفرتد لكن نفس العمليه بالتمام، تمام؟ المهم نيجي هان عشان حاجه يسموها دي لاتش، اسمه دي من داتا لاتش، داتا لاتش يعني هو مصيده البيانات مخزن البيانات هذا بشكل مؤقت، تمام؟ وهذه نفس القصه عندنا دي انه عندنا المدخلين الست والريست بس استعرضنا عنهم بالدي والانفيرتد دي، تمام؟ وعملنا الكنترول زي ما هو على الان ونفس استخدام بوابه ايش الناند على الكيو والكيو داش بيطلع عندنا ست وريست انفيرتد الاثنين، تمام؟ هنيجي على لو طبقناهم الفكره تبعتهم على التيبل عندنا سي ودي كنترول والداتا هنلاقي الجواب عندنا اول حاجه لما يكون عندنا دي بيساوي اكس يعني حاجه غير حاله غير معرفه بضل عندنا القيمه السابقه كما هي، هذا تعريف نو تشينج يعني بتغيرش. لما ندخل هنا على الكنترول صارت واحد واحد دخلنا صفر دخلنا واحد بنلاقي الناتج عندنا لما ندخل الدي ندخل الدي هان صفر هنلاقي عندنا صار عندنا واحد 100%، تمام؟ هان بصير عندنا لما ندخل عندنا هان واحد يعني عمليا ايش الريست صار فيها ايش واحد واحد مع الواحد بيطلع عندنا ريست فصير عندنا هان ريست على الاوتبوت، يعني بصير عندنا الكيو بتساوي ايش صفر وهان بصير عندنا واحد. العكس تماما حتى ان الدي هان خشت صفر دخلت صفر عن البي مع الكنترول بتساوي واحد واحد اند صفر بيطلع الجواب ايش صفر معكوسها بصير واحد، تمام؟ ليش عكسناها صارت واحد، تمام؟ لكن لما تخش على البوابه بعديها الواحد هذه هنلاقي عندنا الناتج هان جاي من الجهه هذه مع الكيو داش معها هيطلع الجواب عندنا ايش ريستد لانه عندنا اصلا بالاساس الجواب بيساوي ايش واحد. لما كانت عندنا دي بتساوي هان واحد بصير هان صفر عند الريست وفوق بخش واحد 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 بيطلع الجواب ايش واحد، تمام؟ واحد اند وان بيطلع الجواب عندنا هان ايش واحد، الواحد انعكست صارت صفر، تمام؟ الصفر اللي هي صارت وعكسناها صارت كم مره بانفيرتد صارت ايش بتساوي عندنا هان في الحاله هذه اللي هي على الان بتساوي هان ايش دخلناها صارت ايش مظبوط صارت صفر،
وعندنا جاي من هاي كم مره صفر صفر ان صفر بيطلع الجواب صفر، يعكسها عشان في عندنا انفيرجن بيطلع الجواب عندنا هان واحد، صار عندنا ايش الكيو صارت 6. تمام، ننتبه انه في عندنا هان كمان ايش انفيرجن. نعيد كم مره، دخلنا على الكنترول واحد واحد، هي اساسا انها واحدين دخلت هان بغض النظر ايش كان بيطلع الدي اول ايش او من الدي هان ولا هنا انفيرت ولا مش انفيرت. تمام، دخلنا هان بالحاله هذه الدي بتساوي صفر. تمام، صفر او صفر اند 1 بيطلع الجواب ايش صفر، عكسناها انفيرتد هان عكسناها بيطلع الجواب عندنا هان شو هو الجواب، لما عكسناه بصير عندنا ايش واحد 100%. نيجي هنا هنلاقي عندنا واحد كمان ايش واحد من الكنترول والصفر صارت واحد ان واحد وواحد بيطلع الجواب واحد، عكسها بصير صفر. تمام، صار خش صفر على الان، اذا هان الناتج حيكون شو عندنا هان صفر، صفر يرجع هنا مع الايش صفر هان هيخش هنا. تمام، مع مين اللي داخل هنا كان قلنا في الاول كان هو واحد، واحد وصفر بيطلع الجواب عندنا شو هو واحد وواحد وواحد صار عفوا هنا بيطلع الجواب عندنا ايش واحد اند 1 اند 1 بيطلع واحد بيطلع واحد، وعكسنا بيطلع الجواب عندنا ايش صفر، هاي الريسيت. تمام، انتبهوا لموضوع ايش وين نعمل انفيرجن وين نعملش انفيرجن. تمام، نيجي موضوع التايمينج للدياجرام كيف بصير عملية التغيير. تمام، ان شاء الله تكون فهمت القصة انه هو دخلناها عندنا واحد وهان صفر، لما دخل الصفر هان تمام مع الواحد طلع الجواب عندنا شو هو ايش دخل طلع الجواب عندنا شو هان بيساوي صفر، والعكس ده صار واحد. تمام، هان بيدخل واحد هذا تمام مع الكيو الاولانية بيطلع الجواب عندنا معكوس. تمام، دائما لو كان نرجعنا عن صفر بطلع الجواب واحد، وطلعنا الجواب واحد بطلع الجواب صفر، وهكذا. تمام، زي ما عنا في المرات السابقة. إجمالا حنلاحظ إحنا دائما إنه في الدي لاتش كمان في الدي فلوب كمان شوية إنه الدي بيساوي الكيو دائما، لما تدخل على الدي صفر كداتا بيطلع عنا ريسيت الجواب الكيو بيساوي زيه، والداخل على الدي واحد بيطلع واحد. تمام، هو الداخل زي المراية 1 تو 1، الداخل هو اللي طالع في الدي لاتش زي ما هو كمان موضوعنا في ايش في الايش في الفليب فلوبس. تمام، فدائما الداخل في الدي هو اللي طالع على الكيو في الدي لاتش. عجبان اللي مش فاهم او مش عارف يلحق النقطة دي يتبعها كويس، بس يفضل يتبعها طبعا كويس ويحسبها، هلاقيها انه الداخل دائما في الدي زي المراية بيطلع على الكيو. تمام، طبعا في حالة يكون الكنترول بيساوي واحد. لو نخش على التايمينج دايجرام عندنا الكنترول وعندنا الداتا، هنلاحظ ان الداتا بدات منها تطلع فوق مثلا، صارت عندنا في اللحظة هذه من التايم طلعت فوق الداتا واحد، مظبوط، لكن عمليا التايمينج بدا متأخر، طب كيف حيتأثر الكيو؟ هنلاقي عندنا في التأخر حسب التايم، هبدأ من هنا. بدا يتأخر التايم، هتلاحظ شو هو؟ هضلوا عند اللحظة هذه الأوتبوت سيجنال الكيو مش متغير بالمرة، ليش؟ مع انه الداتا تغير صارت واحد، ليش؟ لان الكنترول ما زال مصفر، لازم الصفر يصير كمان واحد عشان يغير عشان ايش؟ عشان يتغير الاوتبوت. وين ما صار في تضارب في تقاطع بين الواحد والواحد تغير في الحاله يعني بين الدي والكنترول، او وصلنا حتى الكنترول صار في يعني الليفل هاي ليفل واحد يعني بدا التغير في الاوتبوت سيجنال، ها بدا التغير، شايفين كيف؟ وبضلوا ماشي في التغير طالما عندنا ايش؟ الاوتبوت سيجنال ما زال على ما هو عليه ايش؟ هاي ليفل. طب لو كملنا بعدين في الحاله هذه كان لسه الدي برضه هاي، لكن الكنترول ما تغيرش وضعه على ما هو عليه، ضل هو ايش الكنترول قصدي نزل هو نزل لتحت عمليا. فهان التحكم عندنا بالهاي ليفل، لما يكون عندنا الكنترول هو هاي ليفل باثر على الاوتبوت، لكن لما نزل وتغير صار لو ليفل ما اثرش، فاحتفظت الكيو في القيمه السابقه، فضلت الكيو محتفظه بالقيمه السابقه طالما انه عندنا ايش طالما انه ال ال الداتا عندنا هاي ضلوا ماشي مع هاي طالما انه ايش طالما انه الكنترول ما عملش ايش كم مره هاي ليفل. تمام، لا فلما لكن لاحظنا في اللحظه هذه انه ماشي كم مره بعد ما خلص اللو ليفل طلع كم مره على الهاي ليفل باثر في مين في الاوتبوت سيجنال. في الحاله هذه الاوتبوت سيجنال بتاثر في ايش داخل عدي، في الحاله هذه حنلاقي انه كمان شوي نزل، شايفين كيف؟ لانه هان مع الهاي ليفل تاثر ايش،
هذا بسموه ايش؟ الهاي ليفل كنترول او تريجر. التحكم هان باستخدام ايش الهاي ليفل، لما الكنترول يكون معطي واحد الاوتبوت بياخذ قيمه الانبوت اللي هو الداتا، لو كان الكنترول معطي صفر الداتا بتاثرش على الاوتبوت، بضل الاوتبوت ماخذ القيمه السابقه تبعته الكيو 0 تبعته الاولانيه. تمام، هذا التايمينج تبع ايش الدي لاتش تبعه، نفس الموضوع شفناه طلع كمان مره لما التقى مع مع الهاي ليفل، بضل ماشي مع الهاي ليفل لايش لاخر المسار، ضل ماشي مع الهاي ليفل لاخر ايش المسار، لانه ما فيش شيء يتغير بعدين في قيمه ايش الهاي ليفل في الكنترول في الكنترول لاين اللي فوق. تمام، تفهم النقطه هذه كان مره كويس، انه التحكم يتم فقط عندما يتم التغير فقط، شايفين كيف؟ عندما يعني يكون في عندنا الهاي ليفل فوق بناخذ قيمه الداتا، ما صارش الكلام هذا ضلوا ماشي شايفين هان هل عندنا لسه الداتا هاي ليفل، هضلوا ماشي ما مش حيتاثر بقيمه انه نزل صار لو ليفل، تمام؟ لو بأشتريش اللو ليفل في الاوتبوت، هضلوا ماخذ قيمه الكيو 0 القيمه السابقه لكيو لحد ما يصل كمان مره للهاي ليفل في الكنترول، فهيأسرع لحد بتاثر الاوتبوت في الداتا، بشيش فيها الداتا، بلاقيها صارت 0 او صارت 0 مش 1 بياخذ قيمه الداتا هلقيت بنزل فيها لحد ما كمان مره يصل لمرحله قادمه انه فيها كمان مره هاي ليفل الكنترول فيها 1 بياخذ كمان مره قيمه ايش الداتا وبغير من صفر لواحد. تمام، وهكذا هاي التغيير بسموه تحكم باستخدام ايش الهاي ليفل او ليفل كنترول يعني. تمام، نيجي التقسيم بنلاقيه بالضبط بسموها اوتبوت ماي تشينج. ايش يعني اوتبوت ماي تشينج؟ يعني المخرج الاوتبوت كيو يتغير، ممكن يتغير في الحاله هذه عند الحالات انه يكون فيها مين يكون فيها الكنترول ما اخذ قيمه واحد يعني هاي مش لو ليفل. تمام، نيجي على التايمينج دياجرام على الكنترول، شايفين كيف هان جاي طول هذه جبهة واحد. تمام، الداتا ماخذ الشكل هذا، طب كيف حاطط الشكل الكيو في الحالة هذه؟ هنلاقي عندنا شايفين كيف في الحالات هذه طول ما هو عندنا هاي اوتبوت ماي تشينج، يعني في الحالة هذه الكيو هتطلع هنا في الحالة عند الخط هذا المقطع وتظل ماشية هيك وتنزل هيك تطلع هيك طالما عندنا هاي، لأنه بيتحكم ايش طول ما عندنا في هاي ليفل. شوفوا كيف حتصير الخط طلع نزل طلع كمان مره، يعني كيف انه في عندنا طالما الكيو الكنترول عفوا مش كيو الكيو الكنترول في واحد هاي ليفل الكيو بيتاثر بالداتا طول ما هو. تمام، فطول ما هو الليفل هذا عندنا معطي واحد بلاقي في تاثر في الخط تبع الاوتبوت متاثرا في دخل في ايش؟ في المدخل في المدخل اللي هو ايش على الدي. تمام، البيانات الداتا يعني. تمام، فالاوتبوت بتاثر طول ما الكنترول معطي واحد هاي ليفل، فبسموه هذه هاي ليفل كنترول. نيجي كمان مره كنت دخل باختصار طبعا الحالة هذه خلصنا الكنترول لاتشز، لاتشز الملاطش تمام او التخزين المؤقت القفص المؤقت او المحبس المؤقت زي قفص العصافير يعني او منطش العصافير. نيجي لموضوع الفليب فلوبس، فبسوا الكنترول لاتشز ار ليفل تريجر، يعني بتحكموا بيعملوا تريجرنج بتاثروا في الاوتبوت، بتاثر الاوتبوت بايش؟ بالليفل تبع الكنترول 0 1 1 1. تمام، والفليب فلوبس ار ايدج تريجرد. تمام، الفليب فلوبس هم ايش بسموه؟ ار ايدج تريجرد، يعني الفليب هم مش بتاثروا بالليفل اللي فوق دائما عند يكون واحد، لا الفليب فلوبس بتاثروا لما في ايش يا اما في الايدج تريجرد يعني بالصعود المنحنى هذا الايدج يعني او هبوط الايدج حسب هو. في فليب فلوبس بتكون بتتم التحكم فيها او تريجر تبعها او تفعيل التغيير في الاوتبوت تبعها لما يكون عندنا البوزيتيف ايدج او لما يكون عندنا نيجاتيف ايدج، هاي الحالتين ليش لمين الفليب فلوبس. الفليب فلوبس هذا حكينا اول المحاضره شو اسمهم، يعني اسمهم النطاطات، النطاطات هم برضه وسائل تخزين مؤقت للبيانات، هم بيكونوا دبين اجهزه الكترونيه في الرامات وذو انواع الذاكره المختلفه في داخل ايش الوحده الدوائر الرقميه المختلفه في داخل الحواسيب عشان ايش تنفذ موضوع التخزين المؤقت والمعامله مع ايش مع في الريجسترات والمسجلات تبعت الحاسوب، بتخزن البيانات بشكل مؤقت اثناء عمليه الحساب عمليه الحساب والمنطق ومعالجه البيانات في الحاسوب. تمام، هي كلها نطاطات او لها كبير قسم كبير في التخزين النطاط غير الاوتبوت يعني والاخراج على الشاشه او الطابعه او غيره فلها اهميه خاصه. تمام، نكمل محاضرتنا في الموضوع الفليب فلوبز. الان هنلاقي عندنا مثلا الفليب فلوبز عندنا ماستر سليف فليب فلوب، عندنا نوعين هو الماستر الاولاني والسليف. الماستر ماخذ كلوك اللي هي التفعيل على الكنترول،
وعندنا الانذرة تبعها ايش هان تبعها السليف. طالما الكلوك هذا اللي هي هذا الماستر بياخذ بتفعل على ايش اللي هي بوزيتيف ايدج اللي هي ايش قلنا قبل شوي عنها اللي هي على الصعود بوزيتيف ايدج، وفي نيجاتيف ايدج مع الهبوط. نلاقي عندنا هذا مثلا الاولاني بياخذ مع مين؟ بياخذ مع الواحد، وهذا مع المعكوس تبع الواحد بتفعل مع الصفر يعني تمام؟ الكنترول هذا مع الصفر مع ايش؟ مع الصفر. كيف حكون الاوتبوت تبع الماستر؟ هذا مش انه في ماستر وسليف عن جد يعني سيد وعبد، هذا بس توضيح الفكره كيف التفعيل بصير على الاوتبوت، يعني كيف الكيو هذه حيكون الاوتبوت تبعها متاثر بالدي مختلف عن تاثر الكيو هذه بالدي تبعتها تمام؟ تمام. هنلاقي عندنا الماستر هذا جاي كيف عامل، هاي الماستر بتاثر شايفين كيف؟ بتاثر طول ما هو عندنا ايش؟ بوزيتيف ايدج طالع فوق الهاي ليفل تمام كلوك، طول ما هو بده واحد عمال بتاثر تمام؟ طب السليف كيف عمل؟ السليف ضلوا ماشي على الصفر لهم فعلا، ولما صار عندنا نزل القيمه من لو القيمه نزلت من صفر لواحد هي هم صفر لواحد نزلت قيمه الكلوك هو تاثر الاوتو تبعه تمام؟ فتغير فاخذ قيمه ايش؟ الداتا. زي ما احنا شايفين هنا الدي لعند هامش مأثر بالمرة في الماستر تمام، لكن عند ما صار في الكلوك فيها هاي ليفل اخذ ايش؟ اخذ مباشرة طلع مع الطلعة تبعت الايش مع الليفل واخذ نفس المستوى ظل ماشي فيها تمام، ضايق قيمة البيانات نزل تمام، كان مرة لعند وصل لعند الهان في تغير اخذ نفس القيمة وظلوا ماشي بعدين عدل لحديت ايش؟ ظلوا ماشي عند الهان وما تأثرش انه هان صار صفر، ظلوا ماشي ماخذ اخر قيمه اللي هي كانت واحد هاي ليفل، ضل ماشي فيها زي ما هي، لانه بتاثرش هو بالاوتبوت تبع الماستر بتاثرش بالبيانات الا في حاله انه يكون الكلوك تبعه هاي، لكن السليف ضل مش متاثر في المره ماخذ قيمه الصفر لعند ما وصل لوين؟ لعند صار هي الفالند عملية النيجاتيف ايدج وصار بعدها وتاثر بعدها في الاوتبوت. في الحاله هذه اخذ القيمه تبعت الدي طلع فيها تمام وظلوا ماشي طول ما هو ايش؟ وطول ما هو سليف ماخذ القيمه هذه وظلوا ماشي فيها قيمة على ايش؟ على الواحد تمام؟ فتاثر هو السليف بمين؟ بالقيمه. طبعا هيجي واحد عند ذكي ويسالني ليش ما تاثرش السليف بالقيمه بتاعت الديل داخله هان؟ ليش؟ ما حدش فكر في الموضوع طبعا ولا حد بيسالني، يمكن لا يمكن في حد ذكي فخطر في باله الفكره. الدي عفوا الكيو سليف هذا بياخذ من وين قاعد؟ بياخذ من الكيو الاوتبوت تبع الدي الاولاني تمام، بياخذش من الدي نفسها تمام. فلما تغير هان الكلوك تبعه صار على النيجاتيف اخذ قيمه مين؟ الكيو تاعت الماستر هذه اللي هذه، فطلع مباشره لحد ما نزل هذه اخذ قيمه الكيو الخضراء هذه وكمل فيها تمام. وما الخط الاخضر في كيو ماستر كله هاي ظلوا ماشي هاي، ما تاثرش بالهان بالاب اند داون تبعت الدي الاساسيه اللي هان، هو ما اخذش من هان مباشره، اخذ من هان تمام؟ اخذ من هان تمام؟ مش اخذ من دي هاد هان، دي اخذ من دي الاولانيه تمام؟ عشان نكون نفهم ليش هذا ظلوا ماشي عدل ما نزلش طلع زي الدي، لانه ما اخذ من الدي نفسه ما اخذ من الدي من الكيو السليف تمام؟ يا رب تكون واضحه عشان ما حد يكتبها على الفيسبوك على الواتساب بعدين ايش القصه هذه كيف صارت وانا ارجو كمان انه اللي مش فاهم نقاط لقيت في المحاضره هذه بسبب ارتباطها بمعلومات سابقه حكينا عنها زمان في الوحدات السابقه ما يرجعليش يسال اسئله دقيقه لها علاقه بالرساله السابقه، الاصل انه الواحد برضه يربط المعلومات ببعضها ويرجع لما سبق يعني في المحاضرات الوهله الثانيه والثالثه تمام. نكمل المحاضرة تبعتنا. فهان looks like it is a negative edge triggered، هذا انه بتأثر بليش بالنيجاتيف edge وهذا كان اللي قبل طبعا positive edge تمام. هان edge triggered دي flip flop بسموها، عندنا الكلوك وعندنا دي flip flop بشكل تبعها حيكون بالشكل هذا، عندنا الكيو والكيو داش كاوتبوت وعندنا هان اللي هو not add بالشكل هذا ولا اوتبوت تبعها تمام. هذا هو شكلها الداخلي كيف مركبه كوحدات بوابات منطقيه، وشكلها يرمز لها في الرسم في البياني في الوحدات يعني لما نرسمها في الورقه او شيء او في الخرائط البيانيه تاعت اللوحات الدوائر المنطقيه والرقميه
برمز لها بالرمز هذا، وبكون في عندها هاي الدي وكيو وكيو داش، وهاي الكنترول تبعتها حط الكنترول سي. ولما يكون في عندنا معاه قدام ايش مثلث زي هذا، المثلث هذا يدل على انه كنترول، ولما يكون شكلها بالشكل هذا بكون عباره عن ايش بوزيتيف اتش. والحاله الثانيه في قدامها دائره صغيره، دائره ايش صغيره، يعني هذا يصير نيجاتيف اتش كنترول، فبتاثر لما يكون بتفعل لما يكون في على داخل ايش صفر مش واحد، هان دخلها لما يكون هاي بتاثر الايش الكيو في الدي، تمام؟ زي ما تبغى اشرح لك كيف بتاثر الكيو في الدي، هي انه بتغير حالته. تمام، نكمل. يجي على حاجه اسمها جي كي فليب فلوب. جي كي فليب فلوب كله في الاخر دباكو في قلبه دي فليب فلوب جوا، هان دي فليب فلوب موجود في الجميع، واللي دي فليب فلوب هو عباره عن برايه زي ما حكينا، الداخل على الدي بيطلع هو على كيو، دخل على الدي واحد بيطلع على كيو واحد، طبعا الكيو زيرو بيطلع كيو داش بيطلع عكسها زيرو، ودخل على الدي زيرو بيطلع على كيو زيرو، والكيو داش عكسها بتكون زيرو، تمام؟ هذه وهي الكلوك تبعها، وهذا من ايش بوزيتيف اتش كنترول زي ما عارفين. اضفنا لها بوابه اضافيه هان من الاور واثنين انز وجي كي، الجي كي هي نفسها جي عكس الكي، تمام؟ انفيرتد يعني ان هان واحد بزين صفر وكذا، جي كي يعني مدخلين. تمام؟ فجي والكي دخلناهم مان كمتغيرين جداد، واحد وهذا والكي معكوس، تمام؟ المعادله هذا لو اشتقيناها حنلاقي بينما نطول كثير في الشغل حنلاقي انه الدي تبعتنا هان ايش بتساوي حسب المعادله هذه، الجي هي الجي شايفينها مع مين جايه؟ مع الكيو داش، يعني جي اند كيو داش حسب الرسمه، شايفين كيف؟ اور هيها زائد اور كي داش هي انفيرتد كي ضرب مين؟ جاي مع مين؟ مضروب من هان جاي مع الكيو، تمام؟ ضرب الكيو بس. فمعادله الجي كي فليب فلوب دي بتساوي ايش؟ جي كي داش زائد كي داش كيو، تمام؟ هاي المعادله تبعتها، رمزها هكذا، هاي التريجر الكنترول تبعها، الكنترول سيجنال تريجرنج تبعها كله بوزيتيف زي ما شايفينها، والجي كي مع الاوتبوت ده معنا الكيو والكيو داش، تمام؟ وعندنا بعدين غير الجي كي اضفنا حاجه متغير بوابه منطقيه زياده مرحله اسمها سيكونشال متسلسل، بيطلع لنا هذا اضفنا حاجه بوابه اسمها تي تي سميناها تي فليب فلوب، اضفنا حاجه قدام الجي كي فليب. كل هذه البوابات تستخدم يا جماعه لاجل تخزين البيانات كهربائيا عشان تتم معالجه البيانات في داخل الحواسيب، تمام؟ اوكي، فعندنا هاي تي بيجي ايش؟ لقيها جاي كيف بعد دي فليب فلوب وكيو، تمام؟ بس حطنا هان اكس اور بوابه اكس اور معادلتها، تمام؟ بوابه معادلتها كالتالي، دي زي ما قلنا بتساوي جي كي داش زائد كي داش كيو، تمام؟ اللي هي كانت ايش؟ دي هذه جي كي تبعت الجي كي فليب فلوب، دي بتساوي ايش؟ اللي هان بتساوي جي كي داش زائد كي داش كيو، نكمل هان هنلاقي نفس القصه دي بتساوي جي جي كيو داش زائد كي داش كيو، تمام؟ طيب ودي بتساوي ايش اذا الشوا؟ دي بتساوي تي كاد كي داش كيو داش زائد ايش؟ تي داش كيو، لما نجي على القصه هذه، ليش؟ لانه عندنا في الحاله هذه دي صارت بتساوي شو في الحاله هذه؟ بتساوي ايش؟ كيو اكس اور تي، والتي اكس اور تي بتساوي تي كيو داش زائد تي داش كيو. تمام؟ نفس الشيء لان اكس اور بتساوي دائما تي كيو داش زائد تي داش كيو، تمام؟ فهذه معادله مين؟ اللي بسموه تي فليب فلوب او نطاطات التي. التي رمزه يرمز له بالطريقه هذه، مدخل واحد تي وكيو وكيو داش، وعندنا التريجرنج تبعها بوزيتيف ايدج بالطريقه هذه، طبعا لو ما كانش في دائره بطلع، لو كان بصير نيجاتيف ايدج تريجر، يعني نيجاتيف ايدج يعني ايش؟ تحكم الكنترول بيكون زيرو عشان يتاثر الاوتبوت بالانبوت. اوكي، تعالنا هان الدي الكاركترستكس تبعت التيبل تبعت البوابه النطاطات، عندنا ثلاث انواع، عندنا الدي زي ما قلنا قبل شويه الداخل هو الخارج، يو تاعت القادمه اللي هي تي زائد واحد، يعني لو قلنا عندنا كيو تي اللي هي الحاليه، كيو تي زائد واحد يعني كيو تي القادمه الحاله الاوتبوت القادم، تمام؟ نحن بنحكي عن سينكونش او شيء تزامن بوابات منطقيه بتعمل تسلسل زمني وتزامن زمني، تمام؟ فبالتالي كنا نحكي عن التي دائما، فالهم عندنا الداخل اللي هو الخارج في الدي فليب فلوب، زي ما قلنا قبل شوي الزيرو بيطلع على الكيو زيرو والواحد بيطلع عليها ايش؟ واحد،
فدخلنا زيرو بنعمل ريست، دخلنا واحد بنعمل ست للاوتبوت يعني صفر او واحد، ريست صفر ست واحد. الجي كي هاي هاي بوابتها عندنا صفر 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 واحد، بيطلع عندنا صفر صفر طبعا كيو تي نو تشينج، بتغير شيء في البوابه. وعن طبعا لما ندخل على الصفر والواحد، لو جينا على المعادلات تبعت الدي والجي والكيو قبل شويه حنلاقي لما ندخل على الكي بتساوي واحد هنعمل ريست، ولما ندخل على الجي واحد حيطلع الجواب بيساوي واحد. اللي مش حابب يعني يشتق المعادله ويرجع كمان راجع المعادله كيف بيطلع الناتج، هان صفر وواحد ريست او ست حسب انه الجي الكي عندها واحد وواحد بيساوي ريست والكي بيساوي صفر بيطلع جواب ست. يعني يحفظ ايش اللي يحفظ الاربعه بخانات هيك حفظ يعني يعرفهم زي ما هم هيك تمام. طبعا في حاله لو عندنا الجي والكي بيساوي واحد واحد هنعمل تاجلينج. ايش يعني تاجلينج؟ يعني هنعمل سويبنج، بصير الكيو بتساوي كيو داش والكيو داش بتساوي واحد. يعني عندنا مثلا مسبقا عندنا الكيو كان عليها ايش؟ واحد، بكون الكيو داش تبع الكيو اوف تي اللي قبل يعني كيو اوف تي كان عليها شو؟ واحد، بكون الكيو داش اوف تي بيساوي صفر مضبوط. لقيت في الحاله هذه يطلع عندنا يخش عندنا الجي والكي بيساوي واحد، بنقلبهم بصير الكيو اوف تي بيساوي صفر والكيو اوف تي داش يعني الكيو اوف تي زائد واحد عفوا بصير بيساوي صفر، تقلب قيمتها يعني وايش؟ والكيو اف تي زائد واحد داش بيساوي هي الواحد. يعني بنقلبهم بسموها التاجلينج، بنقلب القيم بس يعني القيمة الكيو بتصير قيمة المعاكس تبعها والكيو داش بتصير المعاكس تبع ايش الحالة اللي سبقتها تمام. نجي على التي، التي عندنا صفر واحد مدخلتين طبعا حالتين لانه هو خانة واحدة الادخال، وبالتالي لما يكون عندنا صفر حتاخذ نو تشينج، ولما يكون عندنا بيساوي واحد هنعمل تاجلينج، بيطلع كيو بتاخذ قيمة يعني التاجلينج زي ما قلنا قبل شوية، لو كان عندنا هان ايش؟ واحد وبكون هان صفر طبعا تمام؟ صار عندنا واحد نعمل تاجلينج، بصير واحد بصير صفر وصفر بصير واحد، بس بنقلب القيم، هو طبعا قيمتين يا صفر يا واحد تمام؟ بنبدل القيم نقلبهم بس، هاي المقصود في التاجلينج تمام. فهي البو هاي ايش تبعت مين؟ التي فلوب فلوب حفظناهم، هذول كلهم وسائل تخزين مؤقت في داخل الحواسيب تمام، يسموها دوائر متزامنه سينكرونس سيكونشال سيركتس تمام، سيكونشال متسلسله ومتزامنه متزامنه تمام، في تزامن عشان نخزن بيانات بشكل او باخر مؤقتا 1 0 1 0 1 0 بشكل طبعا بيكونوا بيمشوا سريع جدا، بس احنا بنحكي مبدئيا برنسبيال كيف بيشتغلوا هذول من ناحيه المبدا تمام. هيك حكينا على فليب فلوب كاركترستكس تيبل كيف بيشتغلوا كلهم مع بعض. نيجي هنا على فليب فلوب كاركترستكس ايكويشنز المعادلات تبعتهم. عندنا الدي فليب فلوب هاي قلنا قبل شويه، الدي الداخل هو الطالع، صفر بيطلع صفر وواحد بيساوي واحد تمام. الكيو اوف تي زائد واحد بتساوي ايش؟ الدي واضح دخل هو الطلع، كيو اوف تي زائد واحد بيساوي دي، فش الداخل هو الطالع تمام. نيجي عندنا هان على جي والكي، كيو والكيو داش، بيجي عندنا هان شو هو جي كي، بيطلع لنا كيو اوف تي زائد واحد بتساوي ايش؟ جي كي داش زائد كي داش كيو تمام 100%. اذا نيجي عندنا على بناء على المعادله هذه زي ما قلنا قبل شويه انه اشتقناها، فهمنا من القصه هذه انه لما يكون صفر صفر بيطلع كيو تي، وصفر واحد بيطلع ريست، واحد صفر بيطلع ست، والكيو واحد واحد بيعمل ايش؟ ايش تاجلينج اللي هي عمليا الكيو اوف تي بيساوي الكيو داش اوف تي، بنقلب القيم. اوكي اذا الكيو اوف تي زائد واحد بيساوي جي كي داش زائد كي داش كيو، اللي بدوش يفهم يحفظ المعادله تمام؟ بس الاصل يعني نفهم كمان اكثر تمام، بناء على الاستاذ اللي فاتوا تمام؟ ترى هذا ملخص الثلاثه قلت بنلخص كمان مره المعادله تبعتهم في السلايد هذا الايكويشنز. كاركترستيك ايكويشنز تمام. على التي زي ما حكينا اللي هي ايش؟ التي 0 1 كيو تي وكيو، ولما يكون واحد بدك كيو داش اوف تي، ومعادلتها انه تي اكس اور مين كيو، تي اكس اور كيو بيطلع هي معادله كيو اوف تي، كيو اوف تي زائد واحد قصدي بتساوي الحاله السابقه اكس اور التي المدخل على التي، ايش بدخل على التي تمام. هاي الثلاث معادلات ينحفظوا ينفهموا بناء على الفات السابقه، لازم نعرفوا كيف بيشتغلوا هذول ثلاث انواع من الفليب فلوبس اللي هم الدي والجي كي والتي فليب فلوب تمام. تحليل الموضوع هذا
مثلا الجي كي فليب فلوب هذا برضه تحليل واناليزز حنمشي والاستخراج تبع المعادلات قد يكون يصير اوضح حلقيتها اللي ما فهمش المعادلات كيف يجوا من اول السلايدات السابقه ان شاء الله عن طريق الاشتراك هذا حيفهموا. طبعا عندنا دائما الحالات 0 0 0 0 اول حالتين الجي والكي اللي هيختلف هو الحاله الانيشال فاليو والحاله السابقه 0 او 1. هنلاحظ هان لما كان عندنا الجي والكي اثنين اصفار نو تشينج في الحاله 0 او 1 نو تشينج. لما كان عندنا 0 و 1 كان عندنا الكي بتساوي 1 يعني في عندنا عمليه ايش؟ ريست. كان لو عندنا في حاله الكيو اوف تي زائد 1 بتساوي 0 0 ايش مكان قيمه الكيو اوف تي؟ كانت الناتج دائما 0 0. لكن لما كان عندنا كلهم اصفار كان الداخل على الكيو تي هو اللي طالع من الكيو تي زائد 1 تمام؟ نيجي على الحالة الثالثة اللي هو 1 0 1 0 لجي كي دخلنا عندنا حالتين طبعا 0 و 1 حيطلع الجواب عندنا في الحالة هذه انه عندنا الكي بتساوي 0 والجي بتساوي 1 فعندنا صارت عملية في حالة ايش الست لأنه الجي فيها 1 تمام؟ 1 1 حيطلع الجواب عندنا 6 الناتج هو عندنا ايش؟ 6 1 1 على كيو في تي زائد 1. نيجي عندنا على موضوع ايش؟ انه دخلنا عندنا 1 1 1 1 على الجي كي عندنا الحالتين الانيشال فاليو لكيو في تي او الكيو في تي الكيو في تي السابقه 0 و 1. في الحاله هذه هنلاحظ انه الكيو في تي صارت ايش؟ كانت 0 صارت 1 مضبوط؟ والكيو في تي في الحاله الثانيه لما كان عندنا هاي الكيو في الحاله الثانيه صار اللي هي لما كانت 1 صار شو هو 0. اذا لما يكون عندنا الجي والكي عندنا 1 1 ايش مكان على كيو اوف تي بيطلع عكسه على كيو اوف تي زائد 1 كانت 0 صارت 1 كانت 1 صارت 0 تمام. اذا في الحاله هذه العمليه بالتسلسل الزمني لما يخش عندنا على الجي والكي 1 1 تنقلب القيمه الكيو اوف تي بصير ايش عكسها كيو اوف تي زائد 1 كانت عندنا 0 صارت 1 تاجلينج 1 صارت ايش 0 تاجلينج. فهمنا العمليه كيف ايش بعد تاجلينج كيف بصير عمليه الترتيب بناء على هاي الجدول. ارجو ان يكون الموضوع لحد ما انفهم يعني تقريبا المعادله من رسمه بينا كيف تشتغل وهي اسمه وهذا الكلام ما بنشرح الا بالحكي وراح يتبع لحاله ويتشرب المعلومه تشرب كويس يعني مهما يعني اكتب لك كتابه على الواتساب كمان شوي لو حصار في اسئله مش هنفهم زي ما راح يتبع الموضوع من المعادله يفتقها من الرسمه ثم يتبع الجداول هذول كويس ويفهم القصه كويس لانه غير هيك مش حيفهمهم يعني ما يحاولش انه يضل يسال على الواتساب لانه مش حيفهم مني على بمواصله الواتساب زي ما بحكي قاعد على المحاضره المسجله هيك تمام. فبالتالي يعني مطلوب التمعن والتركيز وفهم المعادله بتاني ومش كل شيء على السريع بدون نفهم ولا هذا بده تاني الشغل وبده تركيز كويس يعني تمام واستيعاب يعني تمام. طبعا ما انه احنا عندنا معادله وتروث تيبل قصدي عندنا دائره منطقيه اولها تروث تيبل هي الفانكشن تبعها الكيو اوف تي زائد 1 ثلاث مداخل جي كي اوف كيو او كيو طبعا ممكن نعبر عنها بايش بكارنو ونبسط المعادله وبالتالي من هاي من كارنو لو بسطناها حيطلع عندنا الكيو اوف تي زائد 1 بيساوي جي كي داش زائد كي داش كيو تمام. فالقصه زي ما احنا عارفين وتعودنا من كارنو وغيره وتبسيطه هذه طبعا عشان اللي بده اللي مش مستوعب موضوع كارنو ايوه بسيط ثلاث متغيرات عندنا ثمان خانات وعندنا متجاورين هيهم واحد واثنين بسطناهم طلع المعادله بالطريقه هذه. يفضل يعني اللي حاب يتدرب يتدرب عليها كويس في البيت يعتبرها هوم وورك يعني تمام. وهذه مطلوب مطلوب تعرف المعادله واللي حاب يتمعن ويتشرب كويس يشتق المعادله بزياده تمام. بس على العموم الكيو تي اوف تي زائد واحد للجي كي فلوب فلوب بيساوي جي كي داش زائد كي داش زائد كي داش كيو تمام. نيجي على السنكرونس ريست اللي هي كيف السنكرونس ريست يعني عم تعمل ريست للموضوع بدون ايش بدون مش بدون سنكرون تايمينج يعني بدون غير متزامن يعني ريست غير متزامن هذا بتم انه في تدخل خارجي بدون ما يكون في عمليه في مزامنه بين العمليات بنعمل ريست بس الاوتبوت بسبب مقاطعه او ما الى ذلك. فهذه بتم اعطيه نعمل ايش عندنا مثلا الار والدي وهي الريست اللي هي ار داش وعندنا الدي عندنا طبعا الاكس بتساوي صفر الكلوك بتساوي اكس دي بتساوي اكس قصدي الكلوك بتساوي اكس الحاله غير معرفه بناخذ القيمه السابقه كيو اف تي زائد 1 بتساوي دائما صفر. عندنا الار بتساوي 1 يعني الريست صارت بتساوي 1 والدي بتساوي صفر عندنا الكلوك طالعه حناخذ قيمه الدي
ليش؟ لأنه هذا إيش اللي هي بوزيتيف إيدج، هذا السهم لفوق يعني، تمام؟ لأنها طبعا بوزيتيف إيدج، مكتوب مش فيش دائرة، يعني بناخد مع الواحد مع مع الصعود، بيطلع أنها إيش صفر. عندنا هان ار تمام واحد صعود، هان بيطلع عندنا هان ايش واحد. طبعا زي ما انتم عارفين عندنا الدي سات واحد مع الصعود حيطلع، طبعا الدي دائما بتطلع عندنا نفسها، عندنا هان صفر صفر واحد هيطلع الجواب صفر واحد زي ما احنا عارفين زي ما هو تمام. اوكي، فنيجي على موضوع البريست والكلير تبعتها، ان هي تدخل خارجي بي ريست ولا ريست نفسها. هلا عندنا البي ار ولا الكلير اللي هو الدي والكلوك، عندنا طبعا الكيو في تي زائد واحد بتساوي صفر، لانه اصلا الداتا ما فيش فيها قيمه جديده، اكس اكس غير معرفه تمام. لكن لما صار عندنا هان العمليه انه بي بوز بي بي ريست والكلير صفر واحد والدي غير معرفه والاكس اكس، هان صار جواب عندنا في كيو زائد واحد بتساوي واحد، لانه صار عندنا الكلير هان ايش صار عندنا قيمته واحد، صار في تغير في قيمة المدخل تبعها، فصار عندنا كيو في تي زائد واحد. اوكي؟ عندنا هان لما صار عندنا الدي بتساوي فيها قيم صفر وواحد، صار مباشرة يطلع الناتج عندنا هان ايش صفر، لأن عندنا هان في عندنا كلوك صار ماخذ ايش بوزيتيف ايج، تمام؟ لكن اللي وهان الكلير واحد والبي ار صار واحد. على العموم في الحالات هذه بسموها الفوقية ايش؟ الاسنكرونس بي ريست اند كلير، اللي هم مقابل اسمه. لما كان عندنا البي ريست والكلير واحد صفر بطلع الجواب صفر مهما كان ايش عندنا مدخل الكلوك والداتا، والصفر والواحد اللي هم لما كان عندنا البي ريست بتساوي صفر والكلير بتساوي واحد، صار عندنا قيمة الان الاوتبوت بتساوي ايش واحد، نفس قيمة الكلير تمام. هذا اللي بسموها ايش عملية اسنكرونس بي ريست اند كلير، يعني غير متزامنة، عملية غير متزامنة، يعني مش داخل عندنا ايش عدي عشان يطلع الاوتبوت، نعرفها زي ما هي هيك. هذا باب الاطلاع على الشيء فقط عشان نعرف انه في هذا الشيء موجود. كيف زي ما لاحظتوا ما حطيناش لها بوابه كبيره وفسرناها كيف الاند والاور واشتقينا من هالمعادله، بس الهدف من طرح هذه الشريحه او الشريحه اللي سبقتها فقط انه احنا نعرف انه في حاجه اسنكرونس ريسيت اسمها تدخل خارجي المقاطعه وتسجيل المحتوى بدون ما يكون في عندنا اللي هي الحاله هذه مثلا عندنا دي الاير والدي، بدون ما يكون في عندنا تدخل داخلي، بدون ما يكون في تسلسل في العمليات بشكل متزامن تمام. باب الاطلاع على الشيء ومعرفته، هذول اخر سلايدين بالنسبه لنا المحاضره. المقطع هذا انتهى، ان شاء الله نلتقي في المقطع الثاني، وان شاء الله كثير بسيط في مطرح الستيت دياجرام، وهذا برضه مهم جدا عشان يكون انا فعلا ارضيت عن نفسي وعن عن ضميري فيما يتعلق في تغطيه هذه الماده بشكل كافي وبشكل صحيح، عشان مستقبل انتم المواد القادمه عليكم، وعشان دور المستقبل تعرفوه في موضوع لوجيك ديزاين، على الاقل الكونسبتس هذه تكون مفهومه بالنسبه لكم. هذا وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، والى الى الله الى اللقاء، ويعطيكم ان شاء الله الف عافيه، ونراكم ان شاء الله على ايش على كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.